تستضيف المملكة المغربية هالتظاهرة الدولية لأول مرة على أرض عربية وإفريقية، هاد الدورة 33 لهاد المنتدى الدولي حول فعالية وتطوير المدرسة. هذا المؤتمر تم تنظيمه مع المركز الوطني للتربية المدنية والإكسي، جمع اليوم أكثر من 1000 مشارك وتقريبا اللي جاوا من واحد أكثر من 70 دولة، وهذه واحد المناسبة سانحة اللي تحتنا باش أولا نقدموا هذا الورش الإصلاحي اللي منخرطين فيه في المغرب، وثانيا تقاسم هذه التجارب الفضلة بين المغرب ودول أخرى. أيضا هذه واحد المناسبة لتطوير الشراكة بين دول الشمال ودول الجنوب، وأيضا بين دول الجنوب والشراكة جنوب جنوب، لأن اليوم قضية التعليم هي قضية كونية، والجودة ديال المدرسة للجميع هو هذا حق من حقوق الإنسان ولا بد الارتقاء به والاهتمام به. صاحب جلالة نصره الله أولى عناية خاصة لمنظومة التربية والتكوين، واليوم الحمد لله نعتز ونفتخر بالرعاية السامية الملكية لهذه التظاهرة، وأيضا الرسالة الملكية اللي كانت فيها واحد العدد ديال الرسائل جد هادفة، ولا سيما هاد أهمية الجودة في المدرسة الوطنية، وهاد الجودة تترجم حسب واحد مقاربة بيداغوجية جديدة لتمكن من تأهيل الشباب، تطوير قدراتهم، منحهم استقلاليتهم باش ينخرطوا في مجتمع المعرفة، وأيضا شباب وأطفال يكون عندهم واحد الحس النقدي، واحد القدرة على الابتكار والإبداع، ويكونوا هادفين في المجتمع ديالهم. الحمد لله اليوم يمكننا نفتخر بما نقوم به بالمغرب من أوراش، لأن هذا الشيء يعطي مصداقية وريادة للمملكة، والحضور المكثف اليوم لهذا العدد ديال الدول وعدد المشاركين هو ترجمات لهذا العزيمة وهذا التشارك اللي كاين اليوم، واللي استطعنا باش نحققوه في المملكة المغربية.